أجرى علي طارق العريان نجل الفنانة السورية أصالة نصري من طليقها المخرج طارق العريان عملية جراحية، حيث انتشرت صورة له من المستشفى أقلقت الجمهور على صحته. وفي التفاصيل، أجرى ابن طارق العريان عملية في اللواز، ولم تظهر والدته أصالة نصري في أي صورة معه في ظل تواجدها في السعودية، الأمر الذي سبب هجوماً كبيراً عليها، إذ أشار المتابعين إلى أن أصالة باتت تفضل البقاء مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن على التواجد مع أولادها. كما انتقد عدد كبير أيضاً تصرف أصالة، إذ إنه لا شك بأن ابنها في أشد الحاجة إليها، إلا أنها فضلت متابعة أعمالها بشكل طبيعي. وتساءل البعض ما إذا كان تصرف أصالة انتقاماً من طارق العريان بعد زواجه من عارضة الأزياء نيكول سعفان التي ظهرت معه بشكل رسمي أكثر من مرة، كما ظهر معها أولاد أصالة من طارق. وكانت نيكول سعفان قد ظهرت لأول مرة مع أولاد أصالة نصري منذ أشهر خلال احتفال طارق العريان بعيد ميلادها على قمم جبال الألب، وكانت هذه المرة الأولى التي يظهر فيها العريان مع نيكول سعفان وأولاده البكر عمر من زوجته الأولى الفلسطينية هالة العتال والتوأم علي وآدم من أصالة. وتصدرت الصور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشاروا إلى أن أصالة باتت منشغلة بعائلتها وأهملت أولادها من طارق العريان، ملمحين إلى أنه يبدو أن علي وآدم باتا يميلان إلى نيكول أكثر. وجاء في أحد التعليقات: لو أصالة بالصورة ما كان الولد بيطلع بالشبشب بالتلج، بس مرت الأب عمرها ما كانت حنونة مثل الأم. وعلق طارق العريان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام: إجازة عائلية مجزية بعد عام مكثف من العمل. وهو تأكيد جديد على زواجه من الموديل السورية نيكول سعفان بعدما عبر بكلمة عائلة. كما أرفق العريان منشوره بهاشتاغ ذا العريان، ما يعني عائلة العريان.